السودانيه والله مجنونه اكيد مجبوب بالارض حراره بس ثقيله. شوف امسى طيب اقلب الخشب هناك وحطها على الجمر على طول. تشيل الخشب يا عبد الله؟ اقلبها لا تشيلها اقلبها بس اقلبها اقلبها مكانها عبودي. صبر صبر صبر. اجل تسمونه عشب هذا؟ ما تسميه ثيب؟ لا لا هو صادق اندرها لك. ابو حامد ابو حامد شفت له ملح؟ ملح والله حطيت ملح في الحليب ولا ايش؟ ولا كان والله حلو حطيته مع ايش؟ مع شاي ملح مع شاي ملح مع شاي حلو هذا هو منزل الماي رجع له الماي ايش قاردي؟ ما ذابك انت؟ ملح الله يصلح قمتي لنا بيض بعد اطلع بيض مربى هذا سكر سكر يا ولد ارفق علي لا تموتنا يا شيخ انا حط زيت يا رجال كله زيت بالله كلها سكر حط زيت يا عبد الله يا خالد خالد انا اسمي خالد اعرف في زيت سكر في سكر ما له انا غير خليه لين يحمل يا خالد حط زيت يا خالد خبزة خبزتيها لا تخبز بسم الله لا 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 لب الأشول لا 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 يزيل الواحد صار يبلي لا خالد خالد ليش حط البيض حط البيض والله شوف زيت هناك حط البيض يا خالد حط البيض يا خالد والله يا ولد يا ولد خله خله مطفوق عند الله انك مطفوق خله يا رجل يا اخي اقسم بالله لا ذل المزاد ولا ذل انه لله ابو جمير يقعد تكفى هذه لعب ناريه حقت العيد بدينا ايه ايه بسم الله بسم الله ابلع 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 الله حيوه برجع برجع حبو والله مسهله حيهم اقسم بالله والله ما تعرف عبد الله ترى من اليوم هو والله عندي انا بيصير بيننا مشكله ما اقدر احط وجه ابلعنا اسند الوجه ايه يغسلك يغسلك ثم يقول الله يسعد الوجه لا اني اعلمك حاجه ان المشكله فيه مشكله انه في اللقافه حقتك لا هو قصده انه يفزع لاخويه ايوه ايوه لكن النار تحب الزيت الله يبيض الله وجهه لو كان يا رجل ما يجي شيء يا رجل اني اعرف ما يبغى اول مره تنطبخ والله شفت لهبه بس جاني فدته ابو عابد ادري انه وافي ادري انه اقعد انت اقعد يا شوف سرح شوف سريع طيب 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 هذه مزرعة جيب جيبوا ملح قوم جيبوا ملح ايوه ابغى اذكركم بحاجات حلوة قوم جيبوا ملح يا شباب الشامي يا هلا الشامي شاي وين؟ شاي تحت شاي العصر مكبوب والله والله يا رجال جلست وش اسوي يا ابو؟ شباب روح جيبوا ملح انا يا رجال بعيد بعيد روح بس وفر عنك وفر عنك شاي شاي ما تعدى ما تعدى ما تعدى ما تعدى ما تعدى واحد يقوم يجيب لي ملح ويجيب صحن عشان اكل اللي عطل الملح هنا يروح يجيبه لا والله ما تروح والله لا اروح لا 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 والله بروح ما تعداك حبيبي وش اجيب؟ شجير خلي تجيب طبق البيض ايوه جبنا والله والله طبق البيض طبق البيض وجبنا ملح حمش وجبنا صحن ناكل فيه واجيب خبز واجيب خبز زياده هنا ما في الا حبتين مني سلام يلا بدايتها اثنين انا والوهيبي ومجانا خالد حامد ومجانا من مو صاحب فكره الطبخ انا والوهيبي فكره الوهيبي واضاف الله يستر امورها ما شاء الله تبارك الله خلوا يطبخ يا دول كان الثلاث بيضات لو انك قطعت بصل صغير ومعه طماطم شوي هذا الكلام ترى تزبط والله والله جوك عليل انت لكن كذا ايش المشكله فيها يا حبيبي انا كذا احسن كذا مقلوب في ناس ما تحب الطماطم من اخوان عرفت صحيح وثاني شيء يا حبيبي اخوه البقدونس يطلع على طعم حلو اذا كان لحاله مع البيض البقدونس زين شو اسمه هذا بقدونس ولا كزبره؟ هذا بقدونس بقدونس ده ايش دراك انه بقدونس؟ كزبره غير مستحيل الفرق بين البقدونس والله يبغى تشوف فينا الدنيا ما يشوفها دي خالصة والله والله اني علمته مين؟ ظاهر ظاهر مو بنت ما عمرك تفوز اصلا الله يسعدك والله ما اتكلم عنك اتكلم عن هذا بس اذا غسلته قام غسلني وقال الله يسعد هذا الوجه والله يا عبد الله اني احبك جدا هذا يقول لك ما سبك الا من حبه حبيبي اعلمك حاجه الزيت اذا حطيته حلو من الطبيعي انه جميل جميل لا تنسى جميل الوضع عرفت لكن سحبتك لهذا الشيء هو يحسب انه ايوه
دينا عشان كذا سحبه قال ما يا سيدة الله يسعدك يا ابو نهير. ايوه اسلم ابو عليا. اسلم ابو عليا. مين ابو عليا؟ حق المطبخ. حق المطبخ شغال. ايه خلني احركك هذا وخلاص. لا حبيبي لا لا اللي عندك حقة الجرابيع. انا اشوف انه قدامك انت لكن انت داري شو اسمه جلسه. الظهر اليوم كان جميل. من كان معي الظهر؟ ابو حنان. ابو صحن حطه هنا. حلو ظافر. حلو انا والهيبي وسلمان. اجيب لك فارس هيثم كروم. خالد اجيب الحجر هذا. قلت انا يا ابو سعد هيك واحد. انا شفتك يوم قمت. والله قد احترق خالد. والله احترق. لا لا ما احترق والله احترق. ابو جوع جعان. اطعمه نص. انا اسالك انت جعان ولا لا؟ زين والله ولد. ها انت جعان يا اخي؟ ما هو قصد جعان بس خلاص هو يبغى محترق. يمكن انا متعود اخذ بيض محترق. احسن شيء انه مشقر كذا. والله يمكن متعود. قمر يا ولد خليه. زي كذا صح؟ زي كذا صح؟ مقمر. ايوه زي هذه. انا هذان عند مين؟ والله ما ادري من عنده. لا شفتك هيثم. يا شباب كلها اجر روح دحوم. الله ما تفرق شيخ. الله يجزاك خير. مني سلام. نار الله ونار يا رجل. سبب سعد يجي فوزان مو محمد الوهيبي. العزيز ولا عبد الرحمن اسمع؟ عبد المجيد. عبد المجيد. اسمع عبد المجيد الفوزان. في شيخ كبير بيحضر اليوم. من هو؟ من هو؟ من هو؟ من هو؟ مين؟ ووف. حلو. ووف. كلام جميل. جالس مع جالس سنيدي. والله جالس فهد فهد جالس سنيدي فكل شيء تلقاه ايش الحين. جو حلو لكن في الليل لا وين